الله سميع بصير، يعني يشوفك ويشوف كل حركة، كل سكون، كل كذبة، كل صدق، كل صلاة. عينك لا يخون أحد، يعني إنسان أحيانا بعينه يخون، أحيانا بأذنه يخون، أحيانا بلسانه يخون، أحيانا بيده يخون، أحيانا برجله يخون، أحيانا بحالاته الجسدية والجنسية يخون. إذن كلها الله يعلمها في القرآن الحكيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدرك شنو تخفي؟ تخفي خير للناس، الله يعلم هذا الشيء. تخفي شر للناس، الله يعلم هذا الشيء. لذا الإنسان يجب عليه دائما يعلم أنه محاط من الله، يعني الله دائما يراقبه في كلامه، في حركته، في سكونه، حتى في ضحكه، في ضربه، في كل شيء، حسنا أو قبيحا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. عملت خيرا أمامك، عملت سوءا أمامك، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني يقول يا ليت أنا كنت في الدنيا خوش إنسان، ما أتعرض للناس، ما أستغيبهم، ما أبسطهم، ما أتكلم عليهم، ما أسرق أموالهم، لكن ليت هناك خلاص.